بدنا ننتقل للنشاط الأعلى يمكن في الكنيسة، ومعهم تكتسب المناسبات الدينية طابعاً احتفالياً من خلال تنظيم العروض سواء الموسيقية أو البصرية بمختلف أشكالها، وتنشئت روح الكشاف المحب لفعل الخير والمستعد دوما نوجه. أكيد، وكانوا هن في كنيسة سيدة دمشق هم فرسان المحبة اللي نحكي عنهم أكثر عن تحضيراتهم كيف بيدربوا الأطفال ومن مختلف الأعمار. معنا اليوم كارول مرهف شلاح، قائد في قسم التدريب الكشفي في فرسان المحبة. يسعد صباحك وميلاد مجيد. ميلاد مجيد عليكم وينعاد على الجميع يا رب وعلى بلدنا الحبيبة. أمين يا رب. كارول، بالبداية نحن بدنا نتحدث عن فرسان المحبة، مين هن فرسان المحبة؟ تمام، فرسان المحبة هي فرقة تأسست بال 1980 على إيد أبونا الياس زحلاوي، وهلا مسؤول علينا أبونا رأفت أبو نصير، بوجه لهم كثير تحية كبيرة. أكيد لهم كلهم ميلاد مجيد. نحن فرقة بتهدف لبناء إنسان صالح ومواطن صالح وإنسان مؤمن بيقوم بعمل واجباته تجاه الله الوطن والمجتمع والإنسان. تمام. نحن عنا نظام عمل في منهجية مشتغل عليها، عنا أعمار من الصف الرابع للجامعيين. كل عمر مقسمين اعدادي ابتدائي ثانوي جامعيين، كل عمر هو بالحساسيه، يعني كل عمر له حساسيه التعامل معه، فنحن نتعامل معه يعني بما يناسبه. عمر الابتدائي هو عمر بدك تزرعي فيه قيم ومبادئ لحتى تضل معه لقدام. الاعدادي هن عمر المراهقه، فكثير بنكون حساسين بالتعامل معهم، بنستعين حتى بدكاتره مختصين لحتى نتعامل معهم على اكمل وجه. وبنفس الوقت كمان الثانوي هو مرحله انتقاليه لحتى يطلعوا لقدام للمستقبل. فكمان في يعني كل فرع في له طريقه معينه. صحيح. يعني نحن بنجهز الشافيه بشيء اسمه قسم الاعداد، هو بنشتغل فيه على الذات، على كيف هو بيكون هذا يعني قسم الاعداد هو تمام. مرحله تمام. من اللي بيخلصوا جامعه، يعني اللي بيخلصوا عفوا بكالوريا وبيفوتوا على الجامعه، فهي السنه الاولى هي المرحله الانتقاليه، كثير بنعد الشخص الموجود لحتى يعرف يتعامل مع حلو. كل الأعمار. هذا اللي بدي أسألك عنه، لما نقول كشاف من مختلف في الأعمار هي فيها مجهود ومسؤولية مزبوط. كبيرة لما يعد تدريبهم أعمار مختلفة، فينا نقول مراحل مختلفة، ويمكن مزبوط. ذكرتيها سريعة، بس خلينا نحكي عن الصفات اللي لازم تكون موجودة بالكشاف وكيف فعلا بتدربوا وشو بتزرعوا، يعني ضمن هاي الصفات في كتير من الخصال والقيم بتحاولوا فعلا تهيئوا ليلى. مزبوط. هلا دائما نسعى انه الشخص المسؤول عن الاولاد يكون قدران يتحمل مسؤوليه، هي اهم شيء. يعني بالنهايه نحن عندنا الاولاد هن اهم شيء موجودين. صحيح. بالفرقه، وهن يعني كل اهتمامنا عليهم بكافه المجالات، سواء كالمواضيع اللي بنعطيها بالفرقه او حتى مع عائلتهم مع رفقاتهم بالمدرسه، يعني بكل حرفيا بكل شيء ممكن يخطر على بالكم الولد بيحتاجه نحن بنحاول ندعمه فيه ونساعده. لازم يكون الشخص المسؤول عنه هو فعلا قدوه للولد، لحتى يعني بالنهايه نحن كثير متقرب منهم يعني. صحيح. للولاد، فهن بدهم يعني بجوز اوقات يعتبروك قدوة بتصرف معين، فنحن لازم كثير نكون حذرين وكل تصرف نساوي. صحيح. يعني مثل ما ذكرتي المفروض الشخص يكون قدوة، لأنه الصغير بيلقط أي تصرف يمكن بيكون في شخص الكبير. خلينا نحكي عن النشاط يلي قمتوا فيه، حضرتوا لوصلنا لهذا اليوم المبارك، اليوم الميلاد، قديش مع بعض، شو الشغلات اللي عملتوها، الزينة، خبرينا. تمام.
هلا نحن بتعرفوا بالكنيسه كثير في نشاطات مختلفه، فبنتقاسم فيها المهام. فنحن كفرسان المحبه بعيد الميلاد بنستلم المغاره. المغاره اللي هلا موجوده هون هي كلياتها شغلنا، هي هاند ميد من اصغر شغله لاكبر شغله. يعني هي الفترة اللي نشتغل فيها هي من أحلى الفترات، يعني كلنا مثل ما حكيتي نتعاون نكون إيد واحدة أو خلية نحل، نقول كل حدا مستلم شغلة، في حدا مسؤول، في حدا عم يساوي الهيكل الخارجي، في حدا الديكوريشن الزينة الصغيرة لحتى تطلع بهذا الشكل. يعني هي بخصوص الزينة بس. طبعاً يعني زينة المغارة هي زينة، بس الجوهر الأساسي هو بميلاد يسوع المسيح. فنحن اللي بهمنا مثل ما حكيت الأولاد، نحن بفترة العيد دائماً منحضرهم لهذا النهار المجيد. في بنعمل عمل خيري مشان يحسوا، يعني يحسوا بالآخر، بالعمل الإنساني. عملنا بونكسيون، هو انه كل ولد من الابتدائي عطى شغله من عنده، هديه بحبها، لعبه، شغله هو ملكه بس قدر يتخلى عنه، قدر يتخلى عنه ويقدمها لحدا تاني، ليحس يبسط حدا تاني مثل ما هو كان مبسوط بالشيء الشغله. والثانوي راحوا على دار ايتام، عملوا لهم العاب و غنى وبسطوا، قدموا لهم هدول الهدايا وكان نهار كتير حلو. وكمان في شيء اسمه سجود بنعمله، سجود عند المغارة، بيكون قاعدة كلها ترتيل، بنخلي الولد يقعد شوي مع حاله يفكر مثل ما قال أبونا سامي، يهيئ نفسه لقدوم يسوع المخلص. وبنفس الوقت في شيء اسمه سر التوبة والاعتراف، هو بينظفنا من جوا، بس يعترف بيندم الولد على الخطايا اللي هو عاملها مشان نفوت نضاف على السنة الجديدة. وهذا اللي بدي أسألك عنه، خلينا نحكي عن أهم محطاتكم كفرسان المحبة ب 2021، شو الإنجازات اللي قمتوا فيها وشو تحضيراتكم لل 2022؟ أهدافكم قلتوا نحن حققنا 1 2 3، إن شاء الله هيك بالعام القادم يكون في نشاطات أوسع. تمام. هلا نحن كل سنة في عنا توجه منحطه ونمشي عليه. لأعطيك مثال، على السنة الماضية كان طريقنا صعب وطويل لكننا نهوى الصعاب، كان في منشوف شو الشغلات الناقصتنا ومنحاول نشتغل عليها لنوصل له، وفعلا حققنا هذا الشيء السنة الماضية. وهي السنة قررنا يكون توجهها أنا أصنع شيئا جديدا مشان نحاول نواكب كل شيء عم بيصير مع الأولاد بالمجتمع، مثل ما شايفين كله عم يتطور بسرعة كتير كبيرة. ف هلأ تمام، خبرينا ليش ضحكتي؟ شو تذكرتي؟ لا تذكرتي شيء او ضحكتي؟ لا لا، بس عم حاول اتذكر شو الشغلات. يمكن هي نشاطات كثير واسعه وكبيره وعلى مدار سنه صعب تذكريها كلها، فاكيد نتمنى لكم بالسنه القادمه نشاطات وفعاليات كمان يكون إلى أهداف صحيح. على أرض الواقع تحققوها، وأكيد نتمنى لكم ميلاد مجيد إليك ولكل فرسان المحبة. يعني يمكن اللي تذكرتي وأكيد هو مو بس بيرسون البسمة، أيضا الضحكة اللي بتطلع دائما من القلب. يمكن الأولاد بيعملوا شغلات نور، هي إذا منستعيد الذكريات كلها ومنشوف كيف عم بيحاولوا يعطوا ويقدموا، يمكن عن جد منضحك من جواتنا، ترتسم البسمة مثل ما ضحكتي لبرا. أنا بدي أتمنى لفرسان المحبة التوفيق، بدي أتمنى لك إلك كارول بهذا العمر الصغير يلي أنت عم بتقومي فيه كدور مسؤول عن أطفال هن نحن نعول عليهم ليكونوا أكيد جيل الغد. ميلاد مجيد، أهلا وسهلا فيك. ميرسي، وإن شاء الله يعني هيك نحن بنبذل دائما قصارى جهدنا لحتى نكون فعلا فرسان للمحبة أكيد. وننقل المحبة لأولادنا. أهلا وسهلا، نشرب موفقين. ميرسي.